المظاهرات في الجزائر تحولت ليلة أمس إلى احتفالات في أعقاب سلسلة قرارات أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لكن سرعان ما عادت الاحتجاجات في الصباح مجدداً بعد أن أدرك الجزائريون بأن بوتفليقة ما زال رئيساً للبلاد. الآلاف عادوا إلى الشوارع يطالبون بتغيير سياسي فوري، معتبرين قرار الرئيس الثمانيني المعتل الصحة بعدم الترشح لولاية خامسة غير كاف. تمديد وضد قرار التأجيل هذا باش يزيدوا في العهدة، ناس حقهم ممثلين تاع الشعب هم اللي أسوا المجلس الانتقالي، ماشي الحكومة الفاسدة. الحكومة الفاسدة عمرها لا دير انتقال حكومة بطريقة شرعية، هذه غير الفتوى. الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي يتصدر المشهد السياسي عقب إذعان الرئيس للاحتجاجات. التقى بوتفليقة ومن المتوقع أن يرأس المؤتمر الذي سيشرف على انتقال السلطة وصياغة دستور جديد وتحديد موعد الانتخابات. أنا من هذا الحديث أطلع متفائل أن صوت الجماهير وخاصة الشباب مسموع، وأنه مرحلة جديدة بناءة تعالج الكثير من أشكالنا من مشاكلنا ستبدأ في المستقبل القريب جدا. باريس كانت من أوائل العواصم التي علقت على قرارات الرئيس الجزائري داعية إلى فترة انتقالية لمدة وصفتها بالمعقولة. فيما يتعلق بالوضع في الجزائر، كما قلت أحيي تعبير الشعب الجزائري ولا سيما الشباب بكرامة عن تطلعاته ورغبته في التغيير ومهنية قوات الأمن، وأحيي قرار الرئيس بوتفليقة الذي يفتح صفحة جديدة في تطور الديمقراطية الجزائرية من خلال اتخاذ قرار بإنشاء الندوة الوطنية وتقديم إطار شفاف والإشارة إلى أنه لن يرشح نفسه لولاية جديدة. المعارضة الجزائرية انتقدت القرارات الأخيرة للرئيس الجزائري، معارضون بارزون وصفوها بالتعدي على الدستور وبأنها لا تستجيب لمطالب أساسية رفعها الحراك الشعبي المستمر منذ 22 من الشهر الماضي، إنما اعتبروها التفافا على رغبة الشعب في الذهاب إلى انتخابات حقيقية ديمقراطية. فيما يتخوف البعض من دور المؤسسة العسكرية في المرحلة المقبلة، لا سيما وأنها مؤسسة تسيطر على مقاليد الحكم في البلاد منذ نحو 5 عقود.